دكتور، كيفاش نزيد فرص الحمل التاعي؟ هذا هو السؤال اللي نجاوب عليه اليوم. باش نزيد فرص الحمل لازم نكون نعرفوا وقت الخصوبة تاعنا. وقت الخصوبة عنده علاقة بوقت الإباضة. جينيرالمون الجماع من أحسن يكون 4 حتى 5 أيام قبل الإباضة، لأن الحيوانات المنوية لمدة العيش تاعها تقعد 4 أيام أبخي، لكن البويضة تقعد 24. دونك وقت الخصوبة لازم نعرفو نحسبوه على حسب مدة الدورة تاعنا، نقصولها 14 يوم. الوحدة اللي عندها 28 يوم، دونك سي لو 14 يوم. دائما لازم نلاحظو علامات الإباضة فينا، كل جسم كيفاش. نراقب اول حاجه المخاط العنق الرحم تاعنا، دوك لي بيرت تاعنا كيفاش راهم. اون بو اوبسيرفي سور 2 3 مو. نستعملوا فحص الاباضه كاين دو فاسون، ان جور وي ان جور نو، ولا لي 4 5 جور لي قبل الاباضه. مراقبه حراره الجسم على 3 شهور باش تكون عندكم اون ايدي وقتاش الاباضه تاعكم. هذه لي تري افيكاس اوسي. البويضة قلنا اونتخ 12 و 24، الحيوانات المنوية اونتخ 3 و 4 جور. دوك باش تكون عندنا اون ايدي وقتاش الفرصة تاع الحمل تكون لا ميور. فوالا بور لا بوتيت فيديو تاع اليوم. اذا عندكم دي كيسيون نعطيكم ان رونديفو في لي كومونتير. ميرسي.